الريج 25 من أيلول هو اليوم العالمي للصيادلة، حيث يتم التركيز والتذكير بدور الصيادلة التوعوي في المجتمعات. للحديث أكثر عن هذا اليوم وهذا الدور بسنة أن نرحب بالدكتور شادي الخطيب، عضو نقابة صيادلة سوريا، رئيس لجنة البحث العلمي والعلامي. سعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم يا أهلا وسهلا فيك دكتور، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب، الله يسلمك. كل دكتور عام وكل الصيادلة بسوريا وبالعالم بخير إن شاء الله. آمين يا رب. دكتور خبرنا عن أبرز ملامح هذا اليوم ومن امتى بلشوا يحتفلوا باليوم العالمي للصيادله؟ الحقيقه اولا هو الاتحاد الدولي للصيادله الفيب، يعني تاسس ب 25 ايلول 1912 ب من حوالي يعني 5 أو 6 سنوات، يمكن باسطنبول كان في اجتماع لهذا الاتحاد 2012 وقرروا انهم يعملوا عيد، يعني عيد دولي للصيادله انترناشونال، وهو الهدف منه تركيز على دور الصيدلاني، بانه الصيدلاني ليس فقط بائع دواء وانما هو محضر دواء، هو من يقدم الخدمات الصحيه المجانيه للمجتمع، هو من يقوم ايضا بمساعده يعني المواطنين بتقديم الخدمات لهم، خاصه اللي عندهم امراض مزمنه بيستخدموا كثير من الادويه، بيرجع بعيد ترتيب ادويتهم وبيتابعهم. الفولو اب كثير مهم هون، احنا اليوم بالنسبه لنا عم ياخذ المريض وصفات متعدده من يعني عدد كبير من الاطباء، الصيدلاني هو المصب النهائي الذي يقوم بتنظيم هذه الادويه وتوضيح الاثار الجانبيه، كيفيه الاستخدام، تدخلات دوائيه الدوائيه، يعني هي نقطه كثير اساسيه ومهمه، لذلك الفكره الاساسيه من هذا اليوم هو التذكير بانه الصيدلاني هو محضر دواء، هو من يقدم خدمات صحية وبيحمل للمجتمع. رسالة توعوية، خاصة دكتور يعني بالفترة الأخيرة كان عم يكون في كورسات بكلية الصيدلة بتحمل رسائل توعوية وأيضا للصيادلة، يعني عم تسعوا أنتم تمام الشيء. هي الفكرة الأساسية بأنه نحن هي مهنة بالأساس علمية إنسانية ومن ثم ذات غايات اقتصادية، لذلك بالنتيجة اليوم الصيدلاني من خلال سنوات الدراسة بيركز على الجوانب العلمية، وهذه الجوانب العلمية هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه في تطور الدواء، يعني اليوم من يقوم بابتكار أشكال الصيدلانية، بابتكار أنواع الأدوية المختلفة، بإيجاد حلول لأمراض كثيرة هم الصيادلة. الحقيقة في كل دول العالم هناك مراكز أبحاث، في سوريا أيضا البحث العلمي الصيدلاني هو الرائد وهو الذي يقوم ب يعني تطوير أشكال صيدلانية جديدة وأنواع جديدة من الأدوية، مشان هيك بنشوف مرة بيكون في عنا عيارات مختلفة 60 80 100 إلى آخره، بشوف المريض يعني إنه في عيارات دائما عم بيكون متطورة، في دائما إضافات، يعني إحنا بنكون أدوية هذا جيل قديم صار في أجيال أخرى حديثة، هي كلها لم تأتي من فراغ، أتت من بحث علمي لصيادلة قاموا بتطوير هذه الأشكال. نحن اليوم البعض بيعتقد بأنه الصيدلاني فقط دوره يبيع الدواء، وهذا الموضوع يعني عاري عن الصحة، اليوم الصيدلاني الحقيقة يقدم جميع خدماته مجانا. نحن اليوم يعني ب سيول كان في اجتماع لاتحاد دولي للصيادله، كان الحديث عن انه قديش هي المهنه انسانيه، بتقدم بكل دول العالم الصيدلاني يقدم هذه الخدمات بالمجان، لذلك بداوا في بعض دول العالم يتجهوا الى ما يسمى بالاجر العلمي الصيدلاني اللي هو يتكافأ مع سنوات الدراسه، وطبق في العديد من دول العالم اجر علمي صيدلاني للصيادله لقاء تقديم الخدمات الطبيه اسوه بغير مختصين ضمن سلسله الرعايه الصحيه. يعني نحن يمكن هون بنشوف كثير في عالم تتوجه لعند الصيدلاني فورا بلا ما تروح لعند طبيب، وفعلا بتلاقي نتيجه، واحيانا كمان بيكون في خطأ كل مره شكل. هو 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 خط الدفاع الاول، الصيدلاني خط الدفاع الأول. نحن اليوم بمنظومة الرعاية الصحية أول من يشاهد المرضى ويساعدهم ويوجههم بشكل أساسي هو الصيدلاني. بشكل أساسي اليوم هو له دور في الإنذار المبكر لبعض الأمراض، في منع انتشار بعض الأمراض والجوائح، في التذكير باستخدام اللقاحات بالنسبة للأسر، وخاصة أنه نحن الصيدليات عم تنتشر على مساحة سوريا كاملة في كل النقاط، في الريف، في المدينة، في كل حارة هناك صيدليات، لذلك الصيادلة بيكونوا قريبين من المجتمع بشكل كبير جدا. إضافة أنه الصيدلاني يعطي وقت طويل للمريض لشرح خلينا نقول المشكلات الصحيه التي تكون عنده، شو الادويه المستخدمه من قبله، شو التدخلات اللي عم تصير عنده، شو الرؤيه اللي ممكن نحن يعني يتابع علاجه فيها، هي النقاط اساسيه جدا. اليوم الصيادله يعني بهذا اليوم نحن بنرجع بنتذكر وبنذكر المجتمع بانه الصيادله هم حجر الزاويه في الرعايه الصحيه، لهم
لهم دور كبير جدا في خدمة المجتمع صحيا، وهذا واجبنا نحن كصيادلة، ولكن نحن كمان لابد من الإشارة إلى هذا الدور الكبير الذي يقوم به الصيادلة. حقيقة اختصاصات ضمن المخابر، ضمن المشافي، ضمن المعامل الأدوية، في كل من هذه تمام اختصاصات مختلفة وكلها تؤدي إلى خدمة المجتمع. يعني نحن اليوم إذا نأخذ مثلا سوريا في مجال الصناعات الدوائية، الصيادلة اللي موجودين بسوريا وعم يشتغلوا مجال الصناعة الدوائية وصلوا لمراحل متقدمة جدا من يعني التطور في هذا المجال. اليوم سوريا تعتبر الصناعة الدوائية من الدول المتقدمة جدا، وكلها تعتمد على النتيجة على صيادلة. يعني هنا الصيادلة اللي عم يشتغلوا بالمواقع المختلفة ضمن المعمل، سواء بالأقسام الإنتاجية المختلفة أو في إدارة الجودة، وإدارة الجودة كمان هي عنصر مهم جدا. نحن اليوم ضبط الجودة هو من العناصر الأساسية اللي ممكن تساعد الدواء المصنع سوريا بانه يوصل لدول اخرى يعني بشروطهم. لذلك هذا الموضوع بيعتمد بشكل رئيسي على الصيادله. هناك صيادله ايضا يعملون بمجال التحاليل الطبيه وضمن المخابر، هناك صيادله يعملون بالبحث العلمي في الجامعات، دراسات عليا، عندنا العديد من الاختصاصات. الحقيقه يعني من خلال جرده صغيره نحن قمنا بها للابحاث العلميه الصيدلانيه بسوريا خلال العشر سنوات الماضيه، هناك تطور كبير جدا على مستوى الكم والكيف في الأبحاث العلمية المقامة في مجال الصيدلة. الحقيقة هذا كمان بتوجه فيه بالشكر لوزارة التعليم العالي وللجامعات السورية التي حقيقة ترتقي بمستوى الطلاب بشكل كبير جدا لأبحاث علمية مهمة جدا ترفض مهنة يعني الصيدلة بالكثير من المعلومات. يعني 100% عم يصير أفضل واقع الصيادلة والصيدلة بشكل عام بسوريا. نحن مثل ما قلت لك بالنتيجة الصيدلة كمهنة جزء منها هو موضوع الصيدلية وفتح الصيدلية، وهذا جزء مهم لأنه هو العمي هو النافذة للتعامل مع المواطن والمريض، وهي هو من يقدم هذا الدواء. لأنه نحن قد ما اشتغلنا بشكل صحيح في المخابر وفي المعامل وأوصلنا دواء لم يوصل بشكل صحيح للمريض، هون في مشكلة. يعني لذلك نحن كثير مرات بيكون في عنا نحن نطلع على الدواء ما بنعرف انه هذا مجهود كبير جدا لحتى وصل هون، من النشرة الداخلية، المعلومات الموجودة فيها، إلى المعلومات المذكورة على الكرتون الخارجي، إلى التقنيات المحضرة ضمن هذا كلها تقنيات وطنية وبأيادي خبيرة وطنية. حقيقة الصيادلة بسوريا يعني قبلوا بلاء حسن كبير جدا، وخاصة خلال سنوات الأزمة. نحن من المهن اللي حقيقة يعني تم الضغط عليها كثير من خلال يعني سواء الصيدليات تهدمت بأماكن كثيرة، نحن في عنا كثير صيادلة متضررين، في عنا صيادلة كانوا رغم الصعوبات كانوا يعملوا مناوبات لحتى يقدموا خدمات للمجتمع. لليوم نحن بنلاحظ في كثير صيادلة تأثروا بشكل كبير جدا بموضوع تفاوت سعر الصرف، هذا بيأثر على المخزون الاستراتيجي بالصيدلية، ونحن المهنة الوحيدة اللي ما أنا مرتبطة أسعار الأدوية بتفاوت سعر الصرف. بالنتيجة اليوم الصيدلاني اللي بده يوفر أدوية للمجتمع بشكل جيد عم بيكون خسارته من جيبه، وهذا الموضوع نحن بنقدر كل صيدلاني استمر بالعمل في هذه الظروف، لأنه هذا الموضوع هو موضوع إنساني علمي وطني. ونحن الحقيقة من يعني منشد على أيادي زملائنا الصيادلة ومنشكرهم باسم نقابة الصيادلة على جهودهم الكبيرة. حقيقة اليوم نحن وجود الصيدليات هو المؤشر الإيجابي لحتى يشعر حتى المواطنين في بعض الأماكن بأنه أنا اليوم إذا بدي خدمة صحية متوفرة، لأنه الصيادلة اليوم بأماكن اللي ما فيها خلينا نقول يعني تجمعات كثيرة، ورغم هيك بيكون موجود صيدلية مفتوحة. هذا الموضوع مهم جدا. نحن اليوم إذا نحن بدنا نجي ناخذ نحن الموضوع من ناحية تجارية، أكيد أي مشروع تجاري ثاني بيكون أكثر ربحية من الصيدلية، ولكن الصيدلاني قرر من خلال أنه هي مهنته ومحبته فيها أنه يكون موجود ويسهل هذا الموضوع. خاصة أنه نحن في عنا كمان يعني من الأمور التي تناقش بشكل دائم هو مقدار خلينا نقول الضرر اللي بيصير عند الصيدلاني لما بيصير في عنا مثلا انتهاء تواريخ، هذا كله بيسبب عليه عبء مادي للصيدلاني. نحن اليوم بنرجع للفكرة الأساسية، كونه نحن مهنة إنسانية، الصيدلاني اليوم بالصيدلية يستطيع توجيه المرضى إلى الطبيب الصحيح، يستطيع يعني توجيههم في حال كان في عندهم سؤال حول اللقاحات يعني الحملات الوطنية للتلقيح، توجيههم أيضا في حال بعض الأمراض البسيطة اللي عادة مثل ما تفضلتي حضرتك أنه بيرجعوا لعند الصيدلاني مباشرة
مشاكل تساقط شعر، مشاكل في البشره، او مشاكل هضميه، او العديد من المشاكل التي نسميها نحن هذه الادويه بالاو تي سي، اي الادويه التي تباع بدون وصفه طبيه. بالاضافه انه الصيدلاني يساعد المريض، وخاصه المرضى اللي عندهم كثير من الادويه. نحن كثير بنشوفهم اليوم من المتقدمين بالسن بيكون عنده دواء خافض سكر وخافض ضغط والى اخره، بيساعدهم انه كيف ينظم هذه الادويه ضمن جرعات محدده وتوقيت محدد وكيفيه التعامل مع الموضوع. هذا نحن اللي موجود اليوم. بالاضافه نحن ما نطمح له انه يكون في دور اكبر للصيادله اسوه بالدول الاخرى اللي يعني موجوده. بعض الدول مثل ما حضرتك عم تذكري انه بعض الدول عم يكون في اتصال مباشر بين المواطنين والصيدلي، وهذا الشيء يمكن عم يحاول ينوب عن طبيب العائلة أو يكون كحل بديل مؤقت عن طبيب العائلة. اليوم كيف عم تركزوا على هالدور وأيضا بالتوعية المجتمعية لدى الصيادلة في التعامل مع المواطنين؟ أولا نحن والأطباء شركاء، ما في حالة استبدال. نحن يعني بالنتيجة مرات بيكون فقط هو توجيه، نعم. يعني في الأمور الأساسية تمام توجيه، أو في حالة معينة ضمن حالة مثل ما تفضلتي إذا وصل بوقت متأخر ليلا لبين ما يوجهه للمكان الصح، نعم. فبيعطيه ما يتوجب أنه ياخذه. هذا الموضوع يعني كفله لنا القانون، وعالميا يستخدم. الصيدلاني له دور في الرعاية الصحية بشكل كبير جدا. ما نطمح له مثل ما قلت لك أنا أنه يكون في لنا دور بالمشافي أسوة بالدول المتقدمة اللي صار فيها ما نسميه نحن كلينيكال فارماسيست، اللي هو صيدلاني سريري يساعد الطبيب في تقدير لزوم المريض وكيفية إعطائه الدواء والمشاركات. هذا الكلام موجود، وخلينا نقول أقرب مثال في مصر موجود ما نسميه الصيدلي السريري، وموجود بمشافي، خاصة بمشافي مثل مشفى 57 357، اللي هو مشفى لتقديم الرعاية لمرضى السرطان، مشفى مجاني، ثلاث مراحل من أصل أربع مراحل من مراحل استقبال المريض ومتابعته، هن الصيادلة اللي عم يقوموا بهذا الدور، وهذا أمر مهم جدا. اليوم الصيادلة يكفل العلم اللي هن عندهم، هي معلوماتهم اللي أخذوها خلال سنوات الدراسة بتساعدهم وبتأهلهم أنه يكونوا موجودين في هذا المكان. نأمل إن شاء الله من الجهات المختصة أن تساعدنا بهذا التوجه اللي هو توجه عالمي بالنتيجة، أنه الصيادلة يكونوا موجودين ضمن المشفى، ليس فقط في صيدلية المشفى، وإنما في يعني مرافق للطبيب في العمل لتقديم خدمات صحية أفضل للمرضى. لأنه إحنا بشكل عام نشوف ياما في رشتات بيوصفوا أطباء بيرجعوا الصيادلة بيرجعون على رقم الهاتف إنه بس هذا الدواء مو مناسب لهذا الشخص لأنه هيك هيك، يعني كتير في حالات هيك بتصير. ففعلا لازم يكون متواجد الصيدلاني بالمشفى لهالموضوع لأنه عنده دراية بالدواء أكثر بكثير، وتوافره الحيوي والتكافؤ الحيوي تماما وكيفية إطراحه، هل إطراحه كلوي أو كبدي، كيف ممكن شارك بين نوعين من الأدوية، قديش بياخذ وقت لحتى تعطي النتيجة المفعول الجرعة، إذا بدي أغير أنا النوع ما أنا متوفر شو الأنواع اللي ممكن تكون يعني متشابهة، كيف فيني أنا أعطي المريض مثلا شكل صيدلاني يتناسب مع حالته إذا كان عنده مشكلة معينة بالمشفى. هي كلها يتم اختصاص صيدلاني. هي الصيدلاني يعني اليوم نحن جزء من العمل هو فقط خلينا نقول بيع الدواء، هناك تحضير الدواء بأشكاله المختلفة. يعني كمان نحن اليوم الأشكال الصيدلانية اللي عم نشوفها كل يوم عم بيكون في تطور في هذه الأشكال الصيدلانية. الأشكال الصيدلانية هو شكل تقديم الدواء، نفس الدواء ولكن بشكل مختلف تبعا للمريض اللي بيقدر يستخدمه لهذا الشكل. ايضا هناك نقاط معينه لها علاقه بانه هذا يستخدم قبل الطعام لبعد الطعام، نعم. بياثر على المعده ما بياثر على المعده، كمية له تاثيرات على الكبد، له تاثيرات على الكليه، كيف اطراحه، هذا كلياته هذا مع علم بحد ذاته. الصيدلاني لما بيقدم معلومه يقدم معلومه من خلال دراسات وابحاث ومعلومات دقيقه مثبته في الدساتير العالميه. خاصة دكتور في بعض الادويه يعني بيتم التركيز كثير عليها بطريقه اخذها، وخاصه انه في بعض الادويه بتتاخذ اول شيء كان بجرعات قويه بتتخفف تدريجيا، يعني هي النقطه كثير لازم يهتم لها الشخص انه اي تعليمات بيطرح الصيدلي عليه وبيكتب له على علبه الدواء هو يلتزم فيها لانه هي لها تاثيرات ايضا جانبيه. واحدة يعني مثل ما ذكرتي حضرتك مثال الكورتيزون مثلا، لما بيوصفه طبيب بيكون هناك حدود للجرعات، نعم. امتى بنبلش فيه، امتى بنزيد الجرعه، امتى بنقصها، امتى بنوقفها، بنسحبها بشكل نهائي. هناك ايضا بعض الادويه مثلا في ادويه خاصه لحب الشباب لا يجوز استخدامها الا بعد مراجعه طبيه. البعض بيجي من تلقاء نفسه بيسمع انه في حدا استفاد عليه بده ياخذها، بده تحليل انزيمات كبد، او اذا كانت حامل ممكن ياثر على طبيعه الحمل، او ممكن حتى يكون فيما بعد له تاثير على الحمل. لذلك هي النقاط مين بيعطي الملاحظات؟ الصيدلاني. نعم. صمام الامان في تقديم الخدمات والرعايه الصحيه هو الصيدلاني.
الصيدلاني، هو الذي يستطيع أن يقدم المعلومات الصحيحة حول استخدام الدواء، وهي النشرة الداخلية اللي ممكن مرات يعني بيتعب الشخص لحتى يقراها، صيدلاني يختصر هذا الموضوع بكلمتين للمريض وبيوضح له هل يمكن استخدامه من قبله أو لا. هذا الدور دور مهم جداً، هذا الدور نحن اليوم من حيز زملائنا الصيادلة الحقيقة مستمرين بتقديم الخدمات بهذا الشكل، وتطور عدد الأدوية صار في أعداد كبيرة جدا، يعني خلال السنوات الماضية أعداد التي يعني أرفدت للسوق الدوائية أعداد كبيرة جدا من ناحية الأنواع ومن ناحية الشركات اللي طورت في صيدلياتنا بشكل كبير جدا. دكتور، من فترة يمكن كان لحضرتك مشاركة بصور بجنوب لبنان، مشاركة بيوم علمي صيدلاني، خلينا نحكي شوي عن هي المشاركة، شو الشيء اللي طلعتوا فيه؟ الحقيقة نحن اليوم كنقابة صيادلة يعني منذ بدء الدورة هي متوجهين باتجاه الأمور العلمية، تطوير البحث العلمي والمشاركة في معظم المؤتمرات العلمية ذات الصلة سواء محليا أو بشكل يعني على المستوى العربي أو حتى الإقليمي والدولي. طبعا من خلال مشاركتنا نحن بمحاضرة، نشارك بمحاضرة عن تدبير البدانة بالأعشاب الطبية في سوريا، الحقيقة عملنا دراسة نحن بمدينة دمشق ضمن صيدليات بمدينة دمشق وعلى مستخدمين لحتى نشوف سلوك المستخدمين فيما يتعلق بالأعشاب الطبية، ما هي المفاهيم الشائعة لدى المجتمع، كيفية التعامل مع الأعشاب، شو الأعشاب اللي بيستخدموها من تلقاء نفسهم، وما هي مضارة ومخاطرة. من خلال هذه الدراسة قدرنا نحن نسلط الضوء على الأخطاء الشائعة باستخدام بعض المركبات، على سبيل المثال مثلا السنمكي والعشرق اللي هن بيستخدموهم على أساس أنه هي منحفة وهي بتكون ملينة ولا تأثير على الحركة الحوية للأمعاء. طرحنا ضمن هذا البحث اللي تم نشره مجموعة معلومات مهمة جدا حول هذه يعني العينة اللي قمنا بدراستها، حوالي 328 يعني مفحوص، كانت نتيجة يعني جيدة باتجاه أنه توجهنا ك يعني خلينا نقول صيادلة كيفية التعامل مع المجتمع اللي هو عم ياخذ معلومات وعم يستقي معلومات مرات من الانترنت، مرات عم يستقيها من الاخرين، مرات من بعض التلفزيونات، من الاصدقاء، فيسبوك. عم ياخذوا وصفات وبكرروها وعم يكون فيها اخطاء مرات. انتوا عم تسعوا ل يعني نشر هالتوعيه هي وتصحيح الاغلاط المنتشره والاخطاء الشائعه فيما يتعلق بموضوع البدانه اللي اكيد له تاثير كثير كبير. خلال المحاضرة نحن حتى نحن كان في عنا يعني بالنتيجة أرفدنا المؤتمر اللي هو طلع بتوصيات، بأنه واحدة من التوصيات يكون يتم ضبط هي الصناعة والترويج لها في التلفزيونات. نحن نعرف في جزء كبير من التلفزيونات اللبنانية اللي كمان بتقدم الحقيقة يعني يعطونا معلومات مهمة إنه هن بدأوا بلبنان بمكافحة هي الظاهرة، إنه الإعلان عن طريق التلفزيونات لمستحضرات غير مسجلة وغير مرخصة، لازم المستحضرات اللي تم إعلان عنها تكون مسجلة بوزارات الصحة، وهي نقطة مهمة جدا إنه هن أخذوا هي الخطوة بلبنان. نحن عنا إياها موجودة سابقا، مشغول بوزارة الصحة بإنه موضوع الإعلانات هو موضوع متابع، لازم تكون مستحضرات مسجلة حتى يتم الإعلان عنها. حقيقة الخطورة تكمن بأنه بعض المستحضرات بيعتمدوا شعار طبيعي وبيكون المستحضر هو كيميائي، وطبعا في دراسة عملت بجامعة دمشق حول هذا الموضوع وكانت نتائج دراسة بأنه في جزء كبير من المستحضرات المهربة والغير مسجلة هي مستحضرات مغشوشة، هي ليست طبيعية وإنما هي كيميائية وتحتوي على مدرات بولية، تحتوي على ملينات، تحتوي على مركبات مثبطة للشهية عن طريق مركزي محرمة دوليا مثل السيبوترامين. لذلك نحن مننبه، وكان هذا بفحوى المحاضرة الأساسية اللي قدمناها بسور، بأنه هاي المستحضرات هي مستحضرات يجب أن تراقب، والصيدلاني يجب أن يكون له دور في موضوع تدبير البدانة الجمالية في الصيدلية، يعني ممكن يكون ضمن الصيدلية آلية تقديم خدمات خلينا نقول التخلص من هذه الكيلوغرامات الزائدة. ما عم نحكي عن بدانة مرضية تحتاج إلى تدخل طبي، نحن عم نحكي عن بدانة جمالية ضمن بادي ماس اندكس معين اللي هو مؤشر كتلة الجسم، وبالتالي تم متابعته بالصيدليات. والحقيقة الحمد لله يعني كانت يعني كان قبول المحاضرة كتير إيجابي، ونحن نشكر الأخوة اللبنانيين سواء بنقابة الصيادلة دكتور جورج سيلي و أيضا الدكتور محمد جحجاح اللي هو الجمعية الإسلامية للصيادلة بحزب الله، وبحركة أمل أيضا المسؤولين عن قطاع الصيادلة بحركة أمل، كان استقبال رائع جدا للوفد السوري. طبعا نحن كنا وفد وكانت مشاركتنا باسم سوريا مثل ما قلت أنا هي بشكل دائم، نحن مشاركات في كل الدول اللي عندها مؤتمرات علمية ذات صلة لحتى نبرز دور الصيادلة السوريين على المستوى العربي إن شاء الله، وخاصة بموضوع تعاوننا مع
اتحاد صيادلة العرب، ومن فترة قريبة كمان كان سيد نقيب صيادلة والدكتورة ابتسام داوود بزيارة لطهران بإيران لتعميق التواصل بين سوريا وإيران في مجال الصناعات الدوائية وفي مجال البحث العلمي الصيدلاني وعلى مستوى نقابات الصيادلة بالبلدين. نعم يعني دكتور، انتم دائما عم تسعوا لتبادل الخبرات والاستفاده من هالمؤتمرات العلميه الصيدلانيه. نحن بنشكرك كثير دكتور لوجودك معنا اليوم، نتمنى دائما يكون في رساله توعويه عم تحملوها لحتى تفيدوا بهالمهنه الانسانيه. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم، وبرجع بتوجه للجميع زملائي الصيادله بالشكر، وكل عام وهم بخير، وبنقول للمواطنين يعني خليكن على ثقة تامة بأنه الصيادلة هم صمام الأمان والعامل المساعد لكم في معركتكم مع المرض. إن شاء الله نحن مؤازرين في هذا الموضوع. شكرا كثير لك دكتور، وكل عام وأنتم بألف خير، وكل صيادلة بألف خير. شكرا كثير لك. شكرا.